السلام عليكم الاخوان، كما لاحظ الجميع غبرت على اليوتيوب متاجي، ما درتش لا فيديو فيه معلومات لا فلوغات. هادشي راجع لان الصراحه والله ما كايناش الطبيعه تاع الفيديو، ما كايناش الطبيعه تاع حتى شي حاجه. خطرات يقعوا عليك شي حوايج الحياه ديالك اللي تيخليوك تمل كاع من كل شيء. لهذا مع ذلك قلت ما نبقاش غابر على اليوتيوب، نرجعكم مام ونقول للناس اش واقع عادي، وشارك معكم اشنو اللي واقع هنايا دابا في انطاليا باش الناس يكونوا في اخبارهم. وتانا نبدلني الجو شويه ونحاول نتماشى مع الوضع، ما نبقاش غير مكتئب، غير مديبريمي، غير كنفكر، غير طالع ليا الدم. دونك فوالا، دابا كي الطريق هادي كتعرفوها، دونك هادي الطريق اللي بين الدار وبين الخدمة. نورمالمون كنمشي مع الصباح بكري، مي من اليوم مشيتش لأن طالع ليا الدم. دابا غادي غير باش نعاود نسط عليهم راسهم وصافي، لأن كيما تعرف الجميع وسيختو الناس اللي دافعين معنا على قبل لي كونترا دو ترافاي، تا واحد مازال ما توصل بالكونترا ديالو، وهذا هو المشكل اللي خلاني انا نكره كاع، نكره علاش كاع جيت انا لهنا، ولا علاش درت هاد الخدمه هادي، ولا على لان مسؤوليه كبيره، مسؤوليه تاع ناس اخرين. وهاد الناس هنا تعطلوا بزاف، وكل نهار كل سيمانه كاين شي مشكل. كان في الاول الحجر الصحي، اللي الصراحه كان حجر صحي طويل 20 يوم، ومن بعد الحجر الصحي ولاو مشاكل اداريه، بلاتي تخرج هاد الورقه، بلاتي تخرج هاد الورقه. باقي كيجيو لشركتهم، باقي كنشوفوهم، باقي كلشي، مي تعطلوا لان الناس اخرين في المغرب ما كيعرفوش هاد المساله هادي، وتعرف كاين نتايا وصافي، يعني كيدور لك يوميا ميساجات. هاد الطياره سخفت لي ماشي دونك فوالا، ميساجات دونك تستريسي صافي. دونك غادي تبقاش مكونسونطري لان الله يكون في العوان، تبقى عز من هذوك الناس الاخرين. مي مثلا انا ما جيتش لهنايا باش نستريسا، باش نبقى نفكر في حوايج بحال هادو. جيت هنا زعما باش نهرب من هذاك لو ستريس تاع المغرب، شي بنادم يضرب على راسو ويكون ترونكي. راه فورا تا الحاله ديالي ما بقاش نديها فيها، لان كما قلت لكم ما كايناش الطبيعه لا باش بوكس ولا باش تحسن ولا باش دير شي لعيبه. الشغل الشاغل هو تنمشي يوميا لهدوف. واحد السيمانه اللي دازت كنا كنمشيو برجلينا انا وشفيق ومال لي زوتيل اللي تيتعاملوا معاهم، المكاتب اخرين وهادي، باش يحاولوا يسرعوا هاد المشكل اللي وقع دابا. فوالا، دونك دابا راني غادي نيت عاوتاني عندهم. شفيق غادي يلقى ديجا كاين تما، وخلوني معاه، خليكم معنا باش نبرش عليكم اشنا هو الجديد اللي وقع. نقول الاخوان، احنا جينا الصباح، احنا كنتغيطو راه شي 3 السوايع جينا، ولا احنا غير كنتغيطو. كملنا، هو كلشي تيجمع الحوايج ديالو، غنخرجو غادي نقول لكم اشنو الجديد واشنو وقع وكلشي. نقول الاخوان، احنا خارجين بعد يوم شاق من الغوات والصداع والتليفونات والستريس، الوغ القرار اللي تخرج اللي وصلنا ليه لا حنا لا الشركه، هو من هنا ل 15 الى ما وصلوش للناس لي زانفيتاسيون ديالهم، غادي يصيفطوا لكل واحد الفلوس ديالو كما داكشي كان مكتوب في الكونترا. دونك فوالا، هذا هو الجديد اللي كاين. فوالا، كما قلت لكم قبيله، راه حتى الطبيعه ديال الفيديوهات ديال الهضره ما بقاتش. انت اوني تو ستريسي، كنحسو براسنا شويه مبرزطين، وهادشي اللي كاين. الصادرات ديالنا معطين عندنا، مجموعين عندنا الكراوات، مجموعين عندنا بزاف المسائل، والله يدير شي دول تاع الخير. ها هو شفيق، ها هو راه كبرت واحد اليوتيوب. اقول للناس شي حاجه، انا باخذ
العيال اليوم، العيال اليوم العيال قال لك اليوم حسيت دونك فوالا بقاو تابعونا وراه كيما شفتوا راه كاع اللي اتصل ولا شي حاجه راه كنجاوبوه والله يدير شتا ولد على الخير. المهم الاخوان السلام عليكم، كاين بزاف ما يتقال، كنت بين نبدا الفيديو ومنين نخرج من الدار، مي كان بزاف الصداع، الجيران كيديروا الصداع وداكشي بريكولاج. بون اشنو كنقول لكم هو هذا الفيديو هذا جا وكاين فيديو اخر اللي قبل منه مصور ومحطوط احتراما لدار جليد، كنقولوا حنا في المغرب دار جليد اللي ما واكلاش باقي في الدنيا، احتراما للدري اللي معايا لانه بوردايا لانه باغي شويه الوقت بين ما لقى هو حل، كي تيقول لي ان الحل انايا بالنسبه ليا طاك زيان تحرك بزاف ورا، بالنسبه ليا كما قلت لكم سمح لي تهضر مع مول الطاكسي، بالنسبه ليا الحل باين، الحل هو تقول الحقيقه لبنادم وتقول ليهم اش كاين فوالا راه تنصبنا صالح العباره تنصبنا وتنصبوا في طريقنا بزاف تاع الناس مغاربه الله يسمح لنا منهم والله يعطي شي مصيبه لهذو اللي دونا الشهاده دار لنا هذا المشكل. دونك نقدر نحط هذاك الاول الاخر قبل من هذا ولا نحط هذا قبل من الاخر مازال ما عرفتش حيت مرونه هي القضيه. دابا انا شخصيا عييت من الانتظار اخر طحن الله اخر فرصه كنعطي دابا لا للشركه لان غادي دابا نتلاقاو مع الباترون لا لصاحبي باش نكون واضح هو راه غادي يشوف هذا الفيديو هذا اخر فرصه بنعطيهم كاملين بيان سيغ صاحبي راه في درجه اخرى لانه صاحبي مغربي لا 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 لا, لا وجوجنا طايحين في نفس المصيبه غير هو من الشكل تاع الناس اللي تسنى واخا بلاتي غادي يلقاو انا ماشي هكاك كله طبيعته برده كله طبيعته انا ما كنصبرش علاش ما كنصبرش حيت ملي كتوضح ليا الرؤيه في شي حاجه كنهضر عليها بلا ما نبقى نقول سمح لي راه معكم مع الطاكسي حيت اللغه هنايا راه ما كيهضروش هما شي لغه اخرى كاع بوردا يس ما كيهضروش هما شي لغه اخرى غير لغتهم. المهم هذاك تيبقى مشكل ديالهم هما مفتخرين بلغتهم بلادهم عندهم الحق. الو اشنو نبي نقول لكم هو انا ملي كتوضح ليا شي رؤيه كنقولها ما عنديش علاش نخبيها علاش نبقى نمرض بها راسي علاش كاين الناس اللي ما عندهمش السوق هنا طوال ما عندهمش السوق الا نصبوا شي حد هذيك في اختي بالنسبه لهم تيفتخروا بورد الفيز تيفتخروا هما انهم نصبوا شي حد. شفيق من الناس اللي يقدر يبلوكي واحد البارت من دماغه وما يفكرش في هاد المشاكل ويمشي يتفرج يمشي للسينما يمشي هو ما كيديرش هادشي هنايا مي يقدر يبلوكي بارت من الدماغ ديالو ويمشي يتفرج فيلم ولا يمشي يتسركل ولا وما على بالوش واخا هو هذاك المشكل عاد راسو فيه تيقلب ليه على المشكل وكلشي ولكن يقدر يبلوكي من دماغه. انا ما كنقدرش نبلوكي من دماغي انا نقدر نبلوكي من دماغي الا قلت فوالا اش واقع تبقى هذاك كنت فوالا اش واقع اش واقع اش واقع وتيبان ليا بوردا بليز تيبان ليا بان احسن حاجه هي تكون بنادم يكون صريح